رجل شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغصن اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي هل سألوا، في هذا اليوم الكريم العظيم، هذه الذكرى التي تعود علينا كل عام 12 من شهر ربيع الأنوار لعام 1443 هجرية، ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. مهنئكم بحلول هذه المناسبة، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن تعود علينا دائما في أحسن حال وخير الأحوال بحول الله وقوته. باسمكم جميعا نتشرف باستضافة صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور سعيد بويزري، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. إذن لنا تواصل أيها الأحباب الكرام مع الشيخ بعد بيان موضوع لقاء العدد على أرقام الهاتف التي تظهر أدنى الشاشة. ميلاد النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أهم حدث في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، فلقد كان الناس في مكة وقبل الإسلام يعيشون ظلمات الشرك والجهل كما كان يعيش غيرهم من الأمم، وأخبرنا الله عز وجل عن أحوالهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ممتنا فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحديث حديث المناسبة قضية الدكتور سعيد، ونحن في هذا اليوم 12 من ربيع الأول الذي تتذكر الأمة جمعاء ميلاد نبيها صلى الله عليه وسلم، في إشارات قرآنية لميلاد الأنبياء لما ذكر الله تبارك وتعالى عن يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الميلاد حدث مهم في تاريخ كل إنسان، ويزداد الاهتمام ويكبر في ميلاد العظماء وميلاد خير الخلق لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نهنئكم جميعا إخواني أخواتي بهذه المناسبة الكريمة، كما نهنئ الشعب الجزائري عموما والأمة الإسلامية بل البشرية بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قلت يا أخي محمد صالح، فميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من المواليد. وأنت تتحدث تذكرت تلك الحادثة التي وقعت لأبي لهب حينما أخبرته جاريته بأن أخاه ولد له مولود، بشرته بهذه البشرى أن أخاك عبد الله رزقه الله بولد بابن، فنقلت هذا الخبر إلى سيدها إلى أبي لهب واستبشر خيرا فرح لهذا الخبر، لذلك أطلق سراحها. يعني لما زفت له هذه البشرى هو فرح بميلاد ابن الأخ ولم يفرح بميلاد النبي، بدليل أنه حينما صار نبيا مرسلا لم يؤمن به، فأبو لهب كما نعلم مات على كفره، مات على شركه، تبت يد أبي لهب، بل نزلت صورة تنبئنا بتبابي أبي لهب وخسرانه في القصة المعروفة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك ألهذا جمعتنا.
أبو لهب حينما فرح بهذا الخبر قدم تلك الجائزة لجاريته مقابل ذلك النبأ السار الذي أوصلته إليه. فأحد الشعراء وضع قصيدة يعني لطيفة في هذا الباب. ونحن نعلم من بعض الآثار أن أبا لهب يخفف عنه كل اثنين، يعني يخف عنه العذاب. جاءت المرويات بهذا الخبر أن أبا لهب يخفف عنه يعني كل اثنين وهو في مصيره. لذلك هذا الشاعر في قصيدة لطيفة مما ورد فيها يقول: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، إشارة إلى أبي لهب، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. قصيدة لطيفة تحمل هذه المعاني التي تزرع الأمل في قلوب المؤمنين بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك مصيره، يعني مصير ذلك الرجل الكافر هذا مصيره، فكيف يكون مصير من فارح طول حياته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك أنه يموت موحدا، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم في تاريخ البشرية. لما؟ لأن البشرية مدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي تعيش حالة من الضياع والتيه إلى أن تعود إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك نعلم علم اليقين بأن هذا الدين هو الذي ينفع الإنسان في حياته وينفعه في آخرته، كما قال ربنا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعمة الإسلام نعمة عظيمة، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربي عز وجل سمى الإسلام نعمة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نرد دينا ارتضاه الله لنا وهو أعلم بمصلحتنا وبمنفعتنا في الدارين؟ لذلك ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو حدث عظيم في تاريخ البشرية. والبشرية إذا أرادت أن تعود إلى رشدها، وإذا أرادت أن تتبع سبيل النجاة، فعليها أن تعود إلى طريق الحق، إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وهو آخر الكتب السماوية نزولا، وهو الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله، كما قال في وحيه الطاهر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يضاف إلى القرآن الكريم السنة المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة العاطرة، وسيرته عليه الصلاة والسلام هي ترجمة عملية للوحي الطاهر للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نبدأ في الإجابة عن انشغالات الإخوة والأخوات والسائلين والسائلات على أرقام الهاتف التي تظهر لكم أدنى الشاشة، ونبدأها شيخنا بما ورد إلى البرنامج من أسئلة. أولها مع الأخ صلاح الدين من البليدة، الذي يسألكم عن القيمة القانونية للعقود العرفية. فيقول الأخ صلاح الدين: أن لهم عقد من سنة 69 900 و1000 ميلادية،
فيسألكم عن القيمة القانونية لهذه العقود. نعم الأخ صلاح الدين، قد طرحت سؤالا مهما جدا. وفي الجزائر الآلاف من العقود الملايين أو الملايين هي عقود عرفية. حرفيا. نعم صحيح، هي هذه الملايين هو هذا العدد الهائل من العقود العرفية كان الناس يتعاملون بها فيما سبق. في الحقيقة الناس يتعاملون بالإسلام أساسا، والإسلام لا يشترط التوثيق لصحة العقود بالكلمة فقط. بل كلمة نعم، ينعقد ينعقد، معاملة البيع. يعني معاملة البيع بمختلف أنواعها تقع صحيحة مرتبة لآثارها الشرعية بالألفاظ بالكلمة. هذا من ناحية الشرعية، والناس مسلمون يتعاملون بالشريعة. أيضا ممكن أشير يا أخي محمد صلاح إلى أمر آخر يتعلق بالقيم، أنه الناس بكري عندهم الكلمة، أكيد نعم، عندهم الكلمة لها وقعها ولها لها وقعها قوتها ولها آثارها. كلمة الرجال هكذا يقولوا، تلقى الشاري لاصق فيه، بيع لي بيع لي بيع لي، ويقول وبعت لك خلاص، خلاص يعني بهذا تخرج كلمة خلاص، خلاص، إذا قال بعت لك يعني ولو ما يكن ما تكون لغيره، ولو زاد عليها ولا أعطاه ما ما أعطاه. شاء الله نعم معروف هذا. الله يبارك. إذا نعم أمر جميل نعم بصراحة، أكيد نعم يستحق أن يذكر لأنه أمر جميل. نعم تجملت حياتهم لأنهم يتعاملون بهذه القيمة نعم التي تحفظ حقوقهم وتحقق استقرارهم. من ناحية الشرعية ربنا قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شيخ، حتى البيع كلما كان سهلا نعم يعني ميسورا تطرح فيه بركة عظيمة، بركة عظيمة، كلما كانت فيه المشادة والمشاححة صحيح، والأخذ والرد، بقدر ما تكون بقدر ما ترفع بركة ذلك ترفع البيع. البركة. يعني هذا نراه وليس صحيح، يعني مما نخبر نعم، عنه، بل يرى فعلا يرى ويبصر. صح، السماحة في البيع، سماحة في البيع. نعم السماحة في البيع، والحياة بسيطة. سبحان الله، كلما كانت حياة الناس بسيطة كلما كانت جميلة، كانت سعيدة حقيقة. والله يا شيخ، تذكر، يعني تفضل. الآن لو تتسامح معاه يقول لك ممكن راهي مخدوع، إيه سبحان الله، يتوسوس الآن. لو يتوسوس. تأتيه بيسر وسهولة ينتابه الوسواس والخوف والشك، يقول لك هذا اللي تساهل هكذا ما هيش مليحة السلعة هذه، والله هذا الأرض، والله هذا المسكن، والله يعني حتى انظر كيف تترتب هذا أمر المعاملة. محزن أخي محمد صالح، لأنه للأسف للأسف في النهاية انقلاب نعم والله خطير، مؤسف. انقلاب خطير حصل في حياتنا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربنا قال في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في سورة قاف وفي سورة المائدة أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة العقود تنصرف إلى جميع العقود، سواء كانت عرفية أو رسمية موثقة. إذن اتفقنا، أجدادنا كانوا يعيشون كذلك. وحينما نذكر الأجداد في هذا المجال، والله نحمل تقديرا واحتراما لهذا الجيل. بالمناسبة أخي محمد صالح، اطلعت على آلاف العقود العرفية، قرأتها شخصيا. هكذا يبدأون بالبسملة والصلاة على بالحمد النبي لله. صلى الله عليه وسلم والحمد لله إلى آخره. هذا ما اتفق فلان على فلان، هكذا صيغة. أو تم بيع عقار كذا مقدر، أحيانا ما يقولش حتى الأمطار ولا شيء، مقدار 5 أيام حرث، يعني يذكروا بالحرث. وشكون اللي يشهد فيه الشهود لو لاحظت؟ تفضل قولها يا محمد. إمام الجامع.
إمام الجماعة قاعد إمام شاهد في الإمام نعم الإمام ده دور إمام شاهد في العقد الإمام حاضر وكبير القوم نعم. واحد من الأعيان بحضور فلان وأحيانا تذكر بطاقته وأحيانا تذكر نعم. لا شيء يذكر الاسم الاسم وكفى. فلان ابن فلان ابن فلان من الشهود والله يبارك هذه العقود تطبق وتنفذ وليس في ذلك لا إشكال ولا حرج ولكن في هذا الزمان الذي نعيش في كل وسائل التوثيق هناك موثق لنوتير قضاة توثيق بلديات يعني هناك المحافظة العقارية يعني خير ربي ما شاء الله هياكل وهيئات ووسائل كثيرة ولكن يعلم الله أن النزاعات التي تطرح في هذا الزمان قوية ومعقدة للغاية لا مثيل لها ولا نظير لذلك تأذن المكالمة نعم بارك الله فيك شكرا سميحة من سطيف معنا أول متصلات تفضلي يا سميحة السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومرحبا بك حياك الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا آمين يا رب عندي بعض الأسئلة أولها دعاء اللي سمعته يعني كان في الكتب بسم الله عدد أمام من خلقات السماء ومن بعد تجيبها مثل ذلك مثل ذلك مثلا إذا زدت الصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار وقلت مثل ذلك هل تكون زيادة وبدعة من عندي ولا معليش واضح السؤال السؤال الثاني فيما يخص قرأت أنه لا يجوز الحلف بوجه الله والقسم بوجه الله وسمعت دعاء آخر أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شأن أعظم منه يجب الإنسان في أذكار الصباح والمساء هل هذا الدعاء يعني وارد في السنة أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شأن أعظم منه وتكمل واضح والسؤال الآخر هل هناك نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل الساخن أو الحار أو كلاهما السؤال الرابع لو سمحتوا تفضلي فيما يخص النية كل شيء يفعل الإنسان يعني في هذه الحياة احنا كل شيء ننويه لله تعالى نعم لازم نجيبوا النية يعني في كل شيء والله إلا نسينا لا بأس بذلك مثلا إذا قرينا سورة البقرة لازم نستحضروا جميع النيات اللي حابينها والله نقرا هكذا نديروها ورد وخلاص واضح إن شاء الله نعم وحد رقم الشيخ نحتاجه في مسألة الإرث والحج تتواصلي مع المخرجة إن شاء الله وتبلغك بالرقم إن شاء الله شكرا يا سميح طيب عودة للعقود العرفية وقيمتها القانونية دكتور سعيد نعم إذن يا أخي صلاح الدين بعدما فهمنا بأن العقود من ناحية الشريعة تتم بألفاظ المتكلمين باقتران الإيجاب مع القبول فإذا تم هذا الاقتران انعقد العقد وأثمر وأنتج آثاره الشرعية وكذلك كان أجدادنا يفعلون ولكن حينما نعود إلى الجانب القانوني نقول أن العقود العرفية التي أبرمت قبل 1 جانفي 1970 هذه العقود لها قيمة قانونية معتبرة وقد نصت على ذلك القوانين فضلا عن القرارات والأحكام القضائية التي تؤكد على صدقية وقيمة هذه العقود العرفية يعني يؤخذ بها ولكن بعد صدور قانون التوثيق خاصة يعني قانون 71 قانون 70-91 70-91 خاصة في المادة 12 منه قانون التوثيق لم يعد يعترف بالقيمة القانونية للعقود العرفية
يعني القانون اشترط الرسمية، لابد أن يخضع العقد لشروط ولأوضاع معينة رسمية ليكون موافقا للقانون، منتجا لآثاره، ناقلا للملكيات. والتفاصيل نقرأها في القانون رقم 75-58 المعدل والمتمم، خاصة في المادة 324 324 وما بعدها. هذه المواد القانونية أكدت على الرسمية في العقود لتكون صحيحة موافقة للقانون ناقلة للملكيات من البائع إلى المشتري. إذن فلنحذر. أما هذه العقود العرفية الآن لا يعترف بها، لابد أن نتواكب أن نطبق هذه المقتضيات لنتوافق مع القانون حفظا للحقوق وتحقيقا لاستقرار المعاملات. طيب شيخنا، حاجة الناس للبيع والشراء يعني هي حاجة قائمة وشديدة جدا يعني، نعم فربما يحتاج الإنسان أن يبيع بيت بعقد، مو يعني عقد كالذي بين أيدينا في سؤال الأخ صلاح والله الدين، يا أخي محمد صلاح في يعني كيف مشاكل يكون خالص التعامل، كيف يعني؟ والله. لذلك الآن أو إذا أي نعم، واحد مثلا سيارة، واحد راح شرى سيارة في السوق، السيارة يعني لها، لها يعني قيمة لها قيمة إيه، وتختلف عن العقار. والبيت والعقار والقانون يعني يشترط الرسمية كثيرا. لماذا؟ خاصة ما يتعلق بنقل الحقوق العقارية والحقوق الصناعية المختلفة والانتفاع بها. والانتفاع. لماذا؟ لأن في إشكال الآن. ممكن واحد مثلا يكري الدار لواحد آخر بالكلمة عادي، بالكلمة بالثقة عادي، وكاين اللي ينجحوا وكاين يخسروا. هي كيجي وقت ما يخرجلوش، ما يدفعلوش مبالغ الإيجار، يقول وراه العقد، ما عندكش عقد الإيجار، يوصل القضية يعني يرفع القضية للمحكمة، المؤجر يعني صاحب المسكن لا ينال شيئا، القاضي يقول وراه العقد، أثبت لي بأنك أجرت هذا العقار لفلان. طبعا لا يحمل دليل إثبات، يقول بالكلمة، يقول القاضي لا أعترف بالكلمة. الآن القوانين تغيرت، تشترط الرسمية، تشترط التوثيق، لازم يكون عقد موثق عند النوتير، عند الموثق، أنه فلان كرى الدار نتاعو لفلان ولا الحانوت نتاعو ولا. يعني يضرب واحد باش يكري سيارة عند الناس اللي راهم يكريو السيارة، يقول لازم نديروا عقد، عقد لمدة يوم أو 3 أيام أو شهر أو كذا، بمبلغ مقدر بكذا وكذا. الآن يا أخي محمد صاحب، نرجع مرة أخرى، القيم حينما تزعزع في حياة الناس تزلزل، نحتاج إلى توثيق للمحافظة على الحقوق ولدرء النزاعات، لأنه كل ما يكون ما يكونش توثيق يكون هناك نزاعات. بل حتى مع التوثيق، مع التوثيق يعني وكاين اللي يخرج له طريق، يعني لأن الثغرات كثيرة، فربي يستر. فيه والله الله يرحم، تحايل كبير من الناس الله يرحم اللي قال خاف اللي ما يخافش ربي. نعم، اللي ناس يخاف ربي والله العادي، يعني كما قلتها قبيله، يعني بالعكس، يعني يخاف ربي كل شيء يتم بالسماحه باليسر. وين واحد ما يخافش ربي؟ مشكله، مشكله. كاين ناس اللي ماتوا وعندهم عقود عرفيه مع ناس، وهذوك الناس ماتوا، وكيف حينما ياتي هذا ويتقدم امام ورثته يقول مثلا بينه وبينه ديون او شيء، ما يقول اعطيني الدليل، ما كاينش دليل، خلاص. لذلك التوثيق مطلوب. انا قلت لكم ان الشريعه لا تشترط، ولكن الان بحكم الظروف التي نعيش فيها نحياها، نحتاج الى توثيق، ونحتاج اكثر الى الخوف من الله والالتزام بالعقود ومراعاة الالتزامات لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله فيك. نستقبل مكالمة أم إبراهيم من البويرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم خويا. مرحبا أم إبراهيم. شو خويا، حدثنا في الشيخ. نعم. احنا عندنا أرض في ولاية البويرة، في ولاية البويرة. نعم. نحية. واصلي. كان من بعد الوفاة بتاع الأب تاعي،
بقى خويا هو اللي يخدمها، هو اللي يمدها لنا شي حق وهاوي. من بعد الوفاة نتاع الأخ تاعي وحنا ما يورينا والو، ما عندنا حتى ما على بالنا شحال يخدمها ولا شحال. ومن بعد الوفاة نتاع الأخ تاعي ربي يرحمه، ولا وليدو صغير ولا حنا نشاورو كي زادو كي زادو. هم بعد كي ما كانش نهضر معاهم أنا، يقول لي هذيك البلاد وهذيك تحوسوا عليها، قلت لهم لازم تبرروا لنا هذه البلاد راكم تخدموها فيها دراهم، حنا ثاني بنادم معاهم ماشي دراهم. يقول لي هيك شغل اللي بعد يقول لي بلادكم هنا الشارع عليها، وانا كان عيط للناس هذوك اللي يخدموها في ولايه بلديه، يقول لي بلادكم ما عندها حتى شارع، ما فيها شارع، ما نخدموها والدراهم ما يديهم وليد خوك. بعد هو كان عندهم علم على ذلك، تولي كنحط معايا لدارنا، تقول لي ما تقول لي راهي شارع عليها، وانتم هذه البلاد وهذيك البلاد وحتى الحشيش وما ينقش فيها وهذيك وهذيك. دوكا يا شيخ دوكا شوف دبر علينا كيفاش ندير انا، ولا يعني حنا كنا كان خونا كان يحرسها وكان والله ما حاس بنا يعني انه يسامحوا ربي انا مسامحينه. بصح دوكا ولي خو ولا وليدو مدة دوكا عندي 3 سنين ما في الاخ تاع ربي. انتوما شحال البنات يا ام ابراهيم؟ حنايا البنات 5، وحدة ميتة وربعة. واحدة مات وخاوتها خمسة فيها مرة هذا الولد، وواحد ربي يرحمه كان في فرنسا علاش ما عندوش دراهم ما عندوش مات. لا لا كي مات باباك، كي مات باباك واش خلى كامل الورثة؟ شكون هما كامل؟ خلى كي مات خلى زوج خاوتي وحنا في 5، ثلاثة رجالو وثلاثة لا لا عاودي ثبتي روحك. هاكي كنتي تقولي 5 بنات، راكم 5 بنات يعني. 5 بنات، 4 مازالوا وحده لها الحماميه. ماتت قبل باباها ولا بعد باباها؟ بعد باباها. خلاص صافي، اذا 5 بنات، كي مات باباك خلى 5 بنات. 5 بنات وثلاثه دراري. ثلاثه دراري. نعم. في ثلاثه كانوا احياء بعد وفاته. كانوا كامل حيين. صح، وخلاو دراري اللي ماتوا. هذا اللي مات هذا اللي كان الوسيلة يخدم فيها خلى زبيان دوكا ولا وليدو لا يخدم فيها، بصح ما دير لا والو كما كان يدير باباه الله يرحمه كان يبقى هو يدير. زوج هذوك الاخرين هذا فهمناه. واحد مات ما خداش دراري. ايوه واحد راه عايش في فرنسا عنده زوج ما خدوش دراري. خلاص واضح. دوك حنا كنقولوا تبداو نزعفوا ويقولوا لي هذيك البلاد وهذيك هذا، ما عرفتش كيفاش ندير. هو انا كنعيط للناس اللي يخدموها يقولوا لي رانا نخدموها وراهم ضربنا على يدهم ولد خوك. واضح واضح يا ام ابراهيم، واضح ان شاء الله. نسيت سؤال واخد حاجه يعطيك صح. تفضلي باختصار ام ابراهيم. هذاك الانسان هذاك ولد خويا اللي مات اللي ما عندوش دراري كان يسد الزوج تاعي زوج ملاري. ومن بعد كان كي ولدي تعرف بلي قال لي زوجي قال لي انا عندي زوج بنات تاع خوك، شوف تحب نعطيهم لك تحب تقسمهم مع الناس اللي خياتك. مديت كامل خياتي مديت لهم كامل لاطار تاعهم، بصح هذا اللي كان اللي راح يشرب الدراهم تاع البنات قلت قالت لي يما هو انايا، قلت لها انتوما ما نعطيكمش راه كي تخلصوني تخلصكم. فهمت شي؟ وشوف اذا كان عندي الحق ولا ما عنديش الحق. فهمت باللي خوها اللي مات قرض زوجها زوج ملاهم. نعم. وبعدين انت كي زوج ملاهم ترجعهم ال رجعت خياتي اللي ما عندهمش رجعت. اما اولاد هذا الاخ اللي ما عطى لكمش ما رجعتيلوش. هذا قلت له فهمنا. لانه مات رحمه الله. مات خوها. واضح. يترجع للورثه. ما عندوش دراري. واضح واضح. واضح. والاخرين علاه حرمتيهم؟ علاه قلتي لهم ما نعطيكمش؟ لا لا غير هذا اللي راهو يدي في الدراهم. هذا اللي يدي في الدراهم اللي قلت له تتخلص منه. وهذا يسال مع عمه ولا لا؟ لا. وانا ما نعرفش الحق، هذا
هذا بطل كان يحصل إذا كان صار. إذا كان هذا اللي مات عنده خلى أولاد ولا ما خلاش؟ هذا واحد منهم اللي راح يخدم في البلاد. طيب واضح إن شاء الله واضح. ما عيش في الشرق أخويا. أم إبراهيم فيه مكالمات بعدك الله يرضى عليك، اختصري في الأسئلة حتى لا نطيل على السادة المستمعين والمستمعات. حبيبي شوف الشيخ نقول الشيخ نقول ولي في معلوم كانت لما لاحمها كانت مريضة في السبيطان في التسعينات، وبعد كي ماتت صبت سمية في الصك تاعها خاتم بعثوا تمتم ما قلتش عليه لخواتاتي ما كنتش نعرف يعني كنت جاهلة. قلت بعته ب 500,000 ودوكا كان ثبت عندك شغل توسيتها وخليك شغل توسوس إذا كان هذوك مد لهم 500,000 برك اللي بعت بيها ولا كيفاش ندير هذا المبلغ كيفاش ندير يعني. نعم واضح إن شاء الله واضح. إيش أنا بحالك المبلغ برك اللي بعت بيها ولا واضح إن شاء الله. سلامة. شكرا أم إبراهيم. محمد مسيلة نفقد اتصالنا به. نعم هل فيه اتصال آخر؟ أم أنس من خراطة. ألو نعم بخير الحمد لله. الحمد لله. تفضلي أم أنس. يا شيخ عندي واحد المشكلة مع أهل زوجي دايما يتهموني بالسحر وكان قلت لراجلي تخرجني ولا نطلب منك عيد عندي دموع ملي بداني على المشكل وانا صابره مازالي معاهم. نعم ما قدرتش نقول واضح ان شاء الله. وصافي دوفا كانوا الخطره الاولى تاع هويا مش خطره سامحت هذه الخطره الثالثه ما قدرتش نقولها غلط. نعم ربي يرفع ضرك ان شاء الله. قعدت معهم في المسكين حاجه ما تخصهم. لا اله الا الله. طيب واضح يا ام انس. انا اللي هزيتهم انا اللي طالبت فيهم مع الاخر عطوهم من الضهر كانوا قالوا لي دير تستحوا لراجلك يحبك لا يحبك راجلك. واضح يا ام انس واضح ان شاء الله. وممكن تحت الخدمه مع الشيخ معنا لازم يتزوق. طيب تتواصلي مع المخرجة إن شاء الله تتركي الرقم يتصل عليك الشيخ. فاطمة من العاصمة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا وصلت لك أنا باختصار أنا حبيت نسقسي بويدري ونقول له باللي أنا في الدار عندي 6000 أورو راهم عندي في الدار أنا كي بدلتهم طلعوا لي 120 مليون يقول لي الله يرضى عليك كيفاه نزكي عليهم. واضح واضح ان شاء الله. يعطيك الصحة بجزيكم. مع السلامة. محمد من البليدة. أم محمد معذرة أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. نعم أم محمد تواصلي مع المخرجة الله يرضى عليك. مع السلامة. أعود إلى الإجابة شيخنا سعيد. بالنسبة للسؤال وارد أيضا من فاطمة الزهراء من العاصمة تسأل عن تحصيل النفقة من شخص مدين اللي هو طليقها الذي يتواجد خارج الوطن كيف يتم تحصيل هذه النفقة؟ نعم الأخت فاطمة الزهراء من العاصمة. نعم أرشدك مباشرة إلى اتفاقيتين لأن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات وكذلك انضمت إلى اتفاقات دولية وبعض الاتفاقات صادقت عليها الجزائر. ما يهمك أنت في سؤالك من أجل تحصيل مبالغ النفقة من الخارج من شخص مدين بالنفقة خارج الوطن
الرجوع إلى الاتفاقية الدولية التي أبرمت في مدينة نيويورك في سنة 1956 وانضمت إليها الجزائر رسميا سنة 1969. هذه الاتفاقية تعنيك مباشرة، يعني ما يقدر يهرب، فضلا عن الاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفولة، مادام هذه المبالغ المالية المحكوم بها قضائيا لصالح الأطفال. أذكر على سبيل المثال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1989، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1989 يعني بعد سنة، وصادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي سنة 1992. إذن صدرت عن الجمعية العامة المتحدة في 1989 وهي اتفاقية شهيرة، ثم دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 أي بعد عام، وصادقت عليها الجزائر سنة 1992. إذن مجموعة اتفاقات دولية تيسر لك الحصول على مبالغ النفقة المحكوم بها قضائيا من خارج الوطن. بارك الله فيك. سامية من عين أو سليمة من عين طاية أيضا تركت سؤالها، تقول حكم خلع زوجها، تقول أنه مضيع مفرط عنيف معها، تقول لها بنت مع هذا الزوج وتريد الخلع، ولكن الناس قالوا لها لا يجوز لك طلب الخلع ولن تجدي رائحة الجنة إذا فعلت ذلك. صحيح هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن الشريعة الإسلامية عادلة بعد إذنك. لا كذا، لا أدري، لا خلفك هو. أعتذر لك صالح، أعتذر للأستاذ نهى، وأعتذر للجمهور، نسيت إطفاءه. نعم، وهو الذي والمتصل أيضا نسي أنك في حصة. نعم، فوين وصلنا؟ طلب الخلع. هل طلب الخلع؟ نعم، تطلب ولا لا؟ ولا لا تجد رائحة الجنة كما قيل لها؟ نعم، قلت الشريعة الإسلامية إذن ضابطة لحركة الإنسان، والشريعة الإسلامية عادلة، عادلة. الحياة الزوجية ترتب التزامات متبادلة، يعني يجب على الزوج جملة من الواجبات، وكذلك الزوجة لها جملة من الواجبات، هكذا يستقيم الأمر. وربنا قال الرجال قوامون على النساء، ومن مقتضيات هذه الآية أن الرجل ينفق على زوجته وينفق على ابنته. وربنا قال في القرآن الكريم وعاشرون بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وكذلك قال ربنا عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في سورة النساء الآية 21، وقال ربنا عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. إذن كي نذكر كل هذه النصوص الشرعية نقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وبالنسبة للقانون، عملا بالقانون رقم 84/11 المعدل بالأمر 05/02 في المادة 74، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يعني وكذلك في حقوق وواجبات مذكورة في المادة 37، يعني شرعا قانونا عرفا لازم. وهذا الراجل لا ينفق راه يضيع، مهمل لزوجته وابنته، وكذلك عنيف يعني العنف، يستخدم العنف أو كيفه تبقى كطول حياتها. طبعا أكيد لنصحها بعدم اللجوء الخلع مباشرة، تطلب من يتدخل من عائلته، من عائلتها، أو كما قال القرآن في سورة النساء 35
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني الله يبارك. إذا ما كانش ولا واحد نفع، آخر الحلول يجوز لك أن تلجئي إلى الخلع شرعا طبقا للآية 229 من سورة البقرة، وطبقا للمادة 54 من قانون 84-11 المعدل المتمم. عندك الحق شرعا وقانونا ولا إثم عليك، وإن شاء الله تدخلي الجنة. حنا ما نتمناوش توصل الخلع، ولكن إذا كان الله غالب لا ناصر ولا ولي ولا حامي ولا شيء، مش باغي يخاف ربي، الشرع عطالك فرصة باش تسلكي راسك وتسلكي راس بنتك والسلام، والحقوق محفوظة. يعني إذا لجأت إلى القانون حتى عن طريق التطليق طبقا للمادة 53 فقط، يعملي على إثبات الحالة، لأنه من أسباب التطليق التي يسمح بها القانون، القانون في المادة 53 ذكر 10 أسباب. السبب الأول عدم الإنفاق، السبب الأول عدم الإنفاق، يعني أنت عندك وزيد أسباب الضرب. وفي المادة هذه اللي ذكرتها في الفقرة الثامنة تقول تنص على الآتي: كل ضرر معتبر شرعا، هكذا يقول المشرع، كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا خان جمع المخالفة المادة إلى آخر الفقرة. إذن شرعا قانونا عندك الحق. حنا نقول لك خلي الناس يدخلوا، اجتهدي إن شاء الله يعاونوك، إذا ما هداش ربي بقى هكا خلاص، ذمتك بريئة ولا إثم عليك في عند اللجوء إلى الخلع. بارك الله فيك. سميحة من سطيف ذكرت هذا الدعاء، هل تجعله في الصيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لك الحمد عدد الحصى، عدد الجبال، عدد شجر الأوراق. عادي يعني ما فيش، يعني شوف يا أختي سميحة، يعني في نعطيك جواب عام في الأسئلة نتاعك كامل. أولا المطلوب هو التقيد بالأدعية المأثورة، ولا نبدل ولا نغير. نعطيك مثال في الدعاء نتاع النوم، واش نقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت إليك نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسل آمنت بكتابك، بكتابك الذي أرسلت، أنزلت وبنبيك، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، ما نبدلوش، ما نقولوش وبرسولك الذي أرسلت، أو بجميع رسولك، أو بجميع رسولك، ها ذكرت وخطر ببالي الآن، وبنبيك الذي أرسلت، هكذا نص الحديث. ما نقولوش وبرسولك الذي أرسلت أو برسولك، ما نبدلوهاش إلا إذا كان خطأ. نعم يا أخي نسمعوا في الدعاء، وإن كان بعض القنوات راهم يغلطوا بعد كل أذان، نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، كمل يا سامحة، سامحة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هنا ينتهي الدعاء. بعض الناس وبعض القنوات راهي ديروا هذه ملاحظة لجميع القنوات اللي راهم يخطئوا في هذه، يزيدوا يقول: إنك لا تخلف الميعاد. هذه زيادة الطبراني، ولكن هي من المرويات الزوائد في الزوائد. نعم، ولكن جماهير العلماء قال لك غير 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 صحيحة. واش نقولوا؟ نقولوا إن الله لا يخلف الميعاد ولكنها لم ترد. نعم، نتقيد بالأدعية بقدر الإمكان كما وردت، وإذا أخطأنا فلا حرج على سبيل الخطأ. أما الأدعية التي الآن في مطلق الدعاء، في مطلق الدعاء أنت حرة. نعم، في مطلق الدعاء أنت حرة، ادعي الله عز وجل بما شئت، بما شئت، ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يجوز كذا وجه الله إلى آخره، القسم بوجه الله والدعاء بوجه الله. ها
باسمك ربي، بسم الله، يا ربي، تفكرت هو، يا ربي لك الحمد، من الأدعية المأثورة، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إذن هذا الدعاء مأثور، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فاستخدام وجه الله في الدعاء هذا أمر مباح، أمر جائز، ولا حرج عليك يا سميحة. طيب، الأكل الحار، لا، ماذا تقول في الأكل الحار؟ لا يؤكل، لا بركة فيه، لا بركة فيه، يكون دافئ. نعم، يكون دافئ، وهو مضر بالصحة. الحار هو الساخن، لا يقصد به الحار، الحرور اللي معروفة. لا لا، ماشي الفلفل الحار، لا لا، الساخن جدا، كاين اللي النار يعني يدخلها فيه. نعم، هذيك ما فيها حديث النبي فيها كراهة، في حديث فيه كراهة ماهوش حرمة. يعني بعمر أبرد بالطعام، فإن الحارة لا بركة فيه، لا بركة فيه. إذن يكون دافئ معقول، نافع، لا يضر إن شاء الله تعالى، ولكن هذا على سبيل الكراهة وليس الحرمة. يعني اللي كلا حاجة سخونة هذا أمر مكروه ولكن ليس حراما. وفي الحديث الآخر خير الشراب الحلو البارد، فيه تفضيل. نعم، الشراب البارد. نعم، والآن يعني ثبت طبيا المضار للمعدة يعني. نعم، والأسنان كذلك. نعم، أنه يسبب تشققات. نعم، الأسنان والضرر. نعم، للمعدة. نعم، أمرنا بالمحافظة على نعم الله، لا بركة فيه. نعم، هل يجب استحضار نية دائما في كل أعمالنا وأفعالنا؟ سورة الأنعام الآية 162، سورة الأنعام الآية 262. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كي نقرأ هذه الآية يا سميحة نفهموا باللي مليح الإنسان يستحضر نية نتاعو في كل شيء بقدر الإمكان. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنيات من مقاصدها الحزم والجزم، ومن مقاصدها التمييز بين العبادات والمعاملات أو العادات، وبين العبادات في حد ذاتها. لذلك الإنسان يستحضر النية. كان أحد الصالحين قيله أن فلانا قد مات، فتحرك الجمع نحو الجنازة وهو لم يتحرك، ظل هكذا واقفا، فقيله لما تحرك؟ قال أريد أن أحسن نيتي، لأنه هذا الإنسان اللي رايح له رجل مشهور يعني صاحب مال إلى آخره، أنا ما حبيتش نروح من أجله أنه مشهور أو من أجل ماله أو شيء من هذا القبيل، لا، فقط حبيت نأخذ الأجر من عند ربي سبحانه من أول خطوة، لا يريد أن يضيع خطوة بلا حسنات. لذلك يملح الإنسان يستحضر النية في جميع أعماله تحصيلا للحسنات. لو كان تطلعي في العمارة تشوفي واحد ما يقدرش يرفد القفة نتاعو، ديري النية ورفديها، ديري النية لوجه الله باش تاخذي الأجر. إذا كان شخص يعني عطشان ظمآن أسقيه ماء، ديري النية كي تقدمي له الكاس لوجه الله. تقرضين مالا لشخص محتاج لوجه الله. ممكن جارتك تطلب منك حاجة تسلفيها لها لوجه الله. دربي نفسك على استحضار النية، والنية محلها القلب، ليس شرطا أن يعني تذكر باللسان في قلبك، والقلب ثمثم يعني ينوي. والآية اللي سمعتها نعودها لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان نسيتي فلا حرج. لذلك العلماء يقول لك حتى الإنسان كي يذبح مثلا الأضحية ولا لازم يقول بسم الله لازم، ولكن إذا نسي يقول لك لا حرج، لأن النية مستصحبة بحكم إسلامه وإيمانه، وهذا هو الأصل. كما في صيام شهر رمضان، كما في صيام شهر رمضان، ما هو الشرط يعني يومي الواحد يدير نية صيام شهر والسلام، لا يوجد، ليس شرطا أن يجدد النية يكون يوميا، لأنه إذا رقد وما جدش، إذا رقد نصبح كيف صافي نقول رمضان تاعو مش صح، لا تكفي هذا، اجتهدي ونسأل الله القبول يا سميح. آمين. أم إبراهيم من البويرة، هذه الأرض الفلاحية. نعم نعم، يا أم إبراهيم،
اولا الوالد كي مات الله يرحمه خلى 5 بنات وخلى 3 ابناء، اذن هم ورثته. احنا الميراث ينتقل من المورث من اللي مات الى ورثته عند وفاته. عند لو كان يموت اليوم مثلا ولكن التاركة شخص آخر من الورثة مات بعده بدقيقة، دقيقة واحدة أو أقل، يعتبر وارث. دقيقة مازال ما قسموش التاركة، مازال مات الأب بعده بدقيقة مات وليده. هذاك وليده اللي مات يورث، ولكن الحصة نتاعو تروح لولاده، أو بالأحرى تروح إلى ورثته، تؤول إلى ورثته. وورثته هم أولاده وزوجته، إلى ما كان شهاده يروح الورثة الآخرين، اليماه الخوت والخواتات وهكذا حسب حالة بحالة هكذا. درك إذا، ولكن أنتم هذا خوك هذا كان هو اللي يخدم الأرض الفلاحية ويكريها ويخدمها ويجيب دراهم، وكي رحت لهذو قال لك راه يدي دراهم، هو اللي غلط الله يرحمه. خوكم هو اللي كلا، سمح لي نقول الحرام يعني، للأسف نقولها وأنا حزين. لماذا؟ لأنه هذا ماشي حقه، حتى هما ما طالبوهش يعني، سكتوا عليه. درك الآن هو المشكلة. نعم. سيف الحياة هذا هو اللي راه يخلي الإنسان يتمادى يتمادى. نعم. درك الآن يا أختي هي قالت لك سمحنا له يعني كلهم يعني سمحتوا له، بارك الله فيكم، الدنيا وما فيها، سمحتوا له بارك الله فيكم. أنا قلت هذا الكلام أعي ما أقول باش الإنسان يحذر. نعم. هذا ما كان. نهار اللي يتنازل واحد عن حقه انتهى. انتهى. انتهى المشكلة. نعم. إذا كان أنت ولا أي واحد من الورثة تنازل ما عندوش حق من بعد يطالب. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما الكلب اللي حاشا كرمكم الله يتقيه وبعدين ياكل القيء نتاعو يزيد يرجعو. العائد في قي ما ينفعش. يقول لك احنا نسمحوا لخونا ولكن بنو لا. نعم درك وصلنا. نعم. الان ولي كيما تخوكم جا وليدو. نعم. ولا هو اللي راه يتصرف وكذا، ما عندوش الحق. تروحوا له تقول يا وليد خونا حبس، توقف الان، اعطينا الحسابات. اولا كي تكريوها تكريوها جميعا، خاطر انتم الوراثه ماشي هو. هو هذا الابن هذا يعني وليد خوك عنده حصة نتاعو مع خاوته في حصة باباهم فقط، ما عندوش حق يستأثر ولا يستولي على هذه القطعة الأرضية ويدير رأيه هو. لا لا، أنتم الورثة، أنت مع أخواتك اللي بقاو وكذا، أنتم تتلاقوا وتفلوا هذه القضية. يا إما تقسموا هذه الأرض الآن، تقسموها وكل واحد يأخذ نصيبه، يا إما تتفاهموا أنه تكريوها المبالغ الإيجار هذيك كي تجي تقسموها حسب الفريضة الشرعية، حسب الفريضة الشرعية، وإلا تخدموها تتفاهموا تخدموها عند عام، ولا تقسموها تقسيم ما يسمى بالقسمة الانتفاعية، تقسموها وكل واحد يأخذ نصيبه ويزرعه إلى آخره، يدير فلاحة فيه وهكذا. لازم تفروا هذه القضية يا أم إبراهيم فورا، خاطر كان زيدوا الطولو هاولي تخوكم يخرج طريق ان شاء الله ربي يهديه ويهدينا، يقول لك لا لا انا بابا لقيته يدير وراه ريح. فبتازم توقفوه الان بطريقه وديه، بعثوا له الناس المؤمنين، ولا روحوا انتوما ناس العقال وتلاقوا معاه، وان شاء الله تفريوها بطريقه وديه هكذا يا ام ابراهيم. نعم. طيب الان الاخ اللي مات اذا كان قبله يوم السبت راني معكم في بويره، يعني اذا كان هذا الارض في بويره يلا توصل الأرض، الأرض في مدية، في المدية أم إبراهيم من بويرة، المدية ما كاش مشكل وهي من بويرة. خلاص يا سيدي، يا وعدناك على المباشر يعني ما كاش مشكل إن شاء الله. يلا مات أخي. نعم. كان عليه دين مع الزوج قيمة 2 مليون سنتيم. إيه طبعا بعد هو زوجها يعني زوج الأخت سميحة، لازم أم إبراهيم يرجع هذا المبلغ، وكي رجعوا هو حق للورثة. نعم. هو حق للورثة. وإذا كان أنت مديتي قال الآخرين ما عدا هذون عندك الحق، لأنه أنت تسالي لهم أصلا بعد المطالبة بحقك، قال أعطيه لي حقي في دراهم تاع الكران تاع الأرض، ما عطاولكش
تقول له هذا المبلغ مقابل ذلك المبلغ، هذا أمر جائز والأفضل لا، الأفضل أنت دير اللي عليك. قال صاحوا له كذا دراهم أعطيها لأولاد خوك هذا والسلام، وفي الوقت نفسه طالبي بحقك ولا يضيع حق وراءه طالب. هذا الحق الخاتم الذي وجدته في حقيبة الوالدة وتصرفت فيه، نعم أخطأت يوم إبراهيم، لأنه المفروض كل ما تركته المرحومة الوالدة هو ميراث يقسم طبقا للفرض الشرعي على ورثتها. مادام انت بعتيه ب 500,000 درك ما ترجعش ب 500,000، تشوفي الخاتم كيما هذاك، تشوفي عند بائع الذهب شحال يسوى، اذا يسوى مليون ولا زوج ملايين ولا ثلاثه ولا كيما هذاك كيما هذاك، والقيمه نتاعو تعطيها للورثه تقسموها بالفريضه الشرعيه، وانت لك حصتك في هذا الخاتم. واعتذري لهم، قال لي صغيره ما نعرفش ودرتها وكذا، طلبي السماح وان شاء الله يسمحوا لك وربي يقدر خير ان شاء الله. واذا كانت نازلوا خلاص انتهى الامر. ام انس من خراط، اهل الزوجه يتهمونها بالسحر وتطلب الخروج او الطلاق. هذا الاتهام جريمه، لا يجوز اتهام بريئه او بريء بغير دليل او برهان. ربنا يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. والقاعدة الذهبية في الفقه الإسلامي، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، أنت بريئة. لا يجوز لأي شخص في الحياة باش يتهمك بالسحر. إذا شافوك أنت مع زوجك ما شاء الله مرتاحين وبعدين يقول له شنو هذا الهم هذا، هذه جريمة كبيرة بزاف. اللي يتهم الآخر بالسحر والله غير يندم عليها في الدنيا قبل الآخرة، لأن السحر هذه كبيرة من الكبائر، هي من الموبقات التي أمرنا باجتنابها. يجي واحد يتهم عروسة مسكين يتهمها بالسحور، يا لطيف يا لطيف، جريمة. لذلك زوجك من حقك باش طلبي السكنة، سكن مستقل بالراحة. قال يا فلان أنا لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تسكنوا وحدكم بعد ذلك تعاملي معهم بالإحسان، بالإحسان لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. المهم تحققين استقرارك، تحققين استقرارك في بيت مستقل مع زوجك، بعد ذلك أحسني إلى أهله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والحديث خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 31 في بابه. فاطمة من العاصمة، وربي يمسح لك الدمعة يا أم أنس. آمين آمين يا رب. فاطمة من العاصمة، 6000 أورو غاية بعد تغيير العملة إلى الدينار، صار عندها 120 مليون صوتين. 120 مليون يعني تخرجي ربع العشر، يعني 120 مليون مضروبة في 2.5، الناتج مقسوم على 100، اللي تلقيه هذاك هو الزكاة. طريقة الثانية 120 مليون سنتيم قسميها على 40، الناتج هذاك هو المبلغ، مبلغ الزكاة اللي تخرجيه للفقراء والمساكين، الأصناف التي وردت في الآية 60 من سورة التوبة. بارك الله فيك دكتور، نأتي إلى خاتمة محمد. تليفون فاتحة، طلبت الرقم منكم. نعم إذن شاكرا لكم وأنا أشكرك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا لأسرة الخدمة بقيادة المخرجة نهى، تحيات محمد الصالح، في أمان الله والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته. أفتاه بعض الناس بهجوم الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الغسل اغتسل.